السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية، تحيي الجزائر اليوم الذكرى 59 لاسترجاع وبسط السيادة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الموافقة 28 أكتوبر من كل سنة. هذا ويتضمن برنامج هذه الاحتفالية بالإذاعة الوطنية بتنظيم ندوة فكرية حول موضوع دور الإذاعة والتلفزيون في تعزيز الأمن الإعلامي الوطني والمناعة الإعلامية والثقافية للمجتمع. كما سيتم بهذه المناسبة أيضا كشف الستار عن تصميم الجديد للبوابة للإذاعة الجزائرية، وعلى هامش مراسم الاحتفالية الرسمية لهذه الذكرى سيتم عرض مختلف الجوائز التي توجت بها كل من مؤسستي الإذاعة والتلفزيون في إطار مسابقة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لهذه السنة، وكذا مسابقة اتحاد إذاعات العربية. وإحياء لهذه الذكرى ستتعزز الشبكة البرامجية للتلفزيون الجزائري بمسلسل اجتماعي يحاكي وقائع هذا التاريخ. إشارة إعداد هذا المسلسل جرت بميناء سيدي فرج بالعاصمة بحضور المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون السيد شعبان نوناكل والمدير العام للإذاعة الوطنية السيد محمد بغالية. المتابعة لأحلام قلمامية. برمزية ميناء سيد فرج أعطيت إشارة انطلاق تصوير هذا العمل الدرامي الجديد عندما تجرحنا الأيام من إنتاج التلفزيون الجزائري. المخرج العمل تاعو كيكون سيناريو مكتوب يشوف يحاول يلقى الممثلين الأنسب لكل دور يعني، والحمد لله وفقنا ربي وقدرنا نجيبوا هذ الممثلين يعني هي ليست قصة واقعية ولكن في خيالي مأخوذة من الواقع الجزائري، لأن أخذت يعني كثيرا من كل طبقة. حبكة فنية سيجسدها ممثلون من جيلين مختلفين بعزيمة على إنجاح العمل وتفاؤل بعودة الدراما إلى أحضان التلفزيون. أنا محظوظة اللي راني في هذا الكاستينج هدايا، صافي عندي عامين ما خدمتش مع التلفزة الجزائرية وأنا بنت التلفزيون الجزائري. ماذا بينا حنايا الأولوية تكون التلفزة الجزائرية، ماذا بينا الأعمال الجيدة تكون اللي تخرج من التلفزة الجزائرية. في الدور تاعي عندي وجهين نلعب فيهم، عندي وجه مع العائلة تاعي كيفاه نكون، وعندي وجه آخر اللي عندي طار لازم نخلف الطار تاعي. ما فيهش لبكة كما كانوا يأطرين أي أطروا عليا بدك الأدوار اللي فيهم لبكة بزاف، المرأة الحزينة، المرأة الملفها بزاف، يعني دور مليح. جوز الباك هاد العام دونك راني موفقه من الدراسه تاعي والتمثيل، باسكو التمثيل انا ليا ك يعني حاجه زياده كموهبه. نشارك في دور الدنيا اللي حنكون ابنه الممثل مصطفى العريبي. مجهود فني سخر له القائمون على المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري إمكانات مادية ولوجستية معتبرة لإخراجه في حلة ترضي المشاهد. في التجربة هذه ما من أخدمه زيادة، يعني الريتم أكثر من اللازم ننجحوا فيها، بس كو سي امبورت اللي نجحنا في التجربة هذه الأولى سي بون، بعد الماتريال اللي كاين الوقت كاين، دونك سي سيت فوا سي لازم ننجح 100%. هنا كاين نديفي. الارتقاء بالأعمال التلفزيونية رهان رفعه القائمون على هذا العمل. في النشاط البرلماني يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة علنية يخصصها لطرح أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة تتعلق بقطاعات الفلاحة والتنمية الريفية، الأشغال العمومية، الموارد المائية والأمن المائي. يشرف اليوم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بميناء الجزائر، يشرف على تدشين السفينة الجديدة باجي مختار 3 المخصصة لنقل المسافرين. وستسمح هذه السفينة التي تقدر طاقة استيعابها ب 1800 مسافر ستسمح بتعزيز القدرات الوطنية في مجال نقل المسافرين بحرا. وبمناسبة الفاتح من نوفمبر تعلن وزارة التربية الوطنية أنه تقرر منح استراحة بداغوجية للتلاميذ، وذلك ابتداء من مساء اليوم يوم الخميس إلى يوم الاثنين الفاتح من نوفمبر مساءً.
تحسبا لمحليات 27 نوفمبر المقبل، أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفية رفقة وزير الصحة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أشرفا على مراسم التوقيع على البروتوكول الصحي للوقاية والمكافحة ضد تفشي فيروس كورونا. شرفي وبالمناسبة أكد أن التوقيع على البروتوكول الصحي يهدف إلى توفير الشروط المناسبة للسماح للسلطة الوطنية للقيام بمهامها. متى هذا البروتوكول مثل ما تتبعته يعني إجراءات جديدة كفيلة بأن تضمن الوقاية الكافية للناخبين من وباء الكوفيد. في هذه المناسبة أيضا أشكر السيد الوزير على يعني ما قدمه من استعدادات بشرية ومادية لمرافقة السلطة لمواجهة هذا الموعد الحاسم في بناء دولة المؤسسات، ألا وهو الانتخابات المجالس البلدية والولائية. هذه فرصة لتثمن كل عمل متواصل بيننا لحماية مواطنينا، لأن فيه فرصة كانت فرص أخرى سابقة، وآخر شهر نوفمبر تكون فيه محطة وفرصة للانتخابات، وفرصة كذلك لنا احنا لنحمي المواطنات والمواطنين وكل عمال مهتمين بهذه الفرصة لإعطائهم كل التوصيات اللازمة للحماية لحماية صحتهم. والانتخابات المحلية شكلت محور أشغال ندوة نظمتها كلية الحقوق بجامعة الجزائر واحد بعنوان الانتخابات المحلية ودورها في تعزيز الديمقراطية التشاركية وأفق إصلاح الجماعات المحلية، وهذا بمشاركة العديد من الأساتذة والباحثين والطلبة. الندوة تمحورت حول تعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة ودور الحكامة في مختلف الاستحقاقات. في التنمية المحلية تم أمس وضع محطة زرالدة لتحلية مياه البحر بالعاصمة حيز الخدمة بعد إعادة تهيئتها تلبية لاحتياجات الساكنة في التزود بالماء الشروب. روبورتاج فوزية تاج. سمح استغلال الآبار الجديدة التي أنجزت في إطار المخطط الاستعجالي إلى بلوغ إنتاج سنوي قدر ب 300,000 متر مكعب من الماء الشروب في اليوم، إضافة إلى إنتاج محطات التحلية التي تم تهيئتها ضمن المخطط نفسه. عندنا 344 بير ارتوازي راه حيز الخدمة لحد الآن بالنسبة لشركة السيارة على مستوى الجزائر العاصمة. والبرنامج الثالث كما قلت لك كاين البرنامج تاع 35 بير، راه 28 بير راهم حيز الخدمة ثاني. ثلاث محطات اللي هما شاطئ النخيل تاع بالم بيتش بسعة يومية 5,000 متر مكعب، وتاع عين بنيان 10,000 متر مكعب، والحالية هذه تاع زيرالدا 10,000 متر مكعب يوميا، بالإجمال 25,000 متر مكعب يوميا لتمويل أونفيرون 200,000 برنامج المخطط الاستعجالي استطاع توفير 750,000 متر مكعب بالعاصمة، والحجم قابل للارتفاع مع استلام المحطات الجديدة التي هي في طور الإنجاز. كي يدخلوا في حيز الاستغلال لي تروا ستاسيون دو ديسارمون تاع قرصو باتو كاسي والمرسى، ونورا دونك يكون عندنا 150 الف متر مكعب زياده نلحقوا 950. كان برنامج معتبر تسجل هذا العام كبرنامج استعجالي في التخزين وفي محاربه التسربات. استغلال محطات التحلية والآبار الارتوازية الهدف منه البقاء على مخزون السدود في حالة تأهب لأي طارئ.
إلى الانشغال الصحي وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 65 مريضا للشفاء، وهذا حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة. دوليا في شأن الصحراوي، منع الكونغرس الأمريكي أي مناورات وتدريبات ثنائية أو متعددة الأطراف مع المغرب ما لم يعمل هذا الأخير على إحلال السلام في الصحراء الغربية. الخطوة من شأنها الضغط على وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لمنع أي دعم للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، كما تؤكد خطوات الكونغرس والتزام أمريكا بأنها صاحبة القرار في مجلس الأمن بشأن قراراته حول الصحراء الغربية. ميدانيا، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاع المحبس، وهذا حسب البيان العسكري الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. في جديد الملف السوداني، علق مجلس الأمن والسلم الأفريقي عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي. جاء ذلك في بيان تلا اجتماعا خصص لمناقشة تطورات الوضع في السودان. إلى ذلك شدد الممثل الدائم للسودان بمجلس الأمن محمود عمار على مواصلة المجتمع الدولي ومجلس الأمن دعم الشعب السوداني في هذه المرحلة المفصلية والهامة، داعيا إياه لعب دورا في تقريب المواقف بين الأطراف المدنيين والعسكريين، فيما رفضت واشنطن الانقلاب العسكري مهددة بسحب المساعدات المالية للسودان على حد تعبير ممثلها بمجلس الأمن. وفي السياق علق البنك الدولي مساعداته للسودان. في الملف النووي الإيراني، حث أمس وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على إظهار الإرادة الجادة حتى نتمكن من تصديق جدية الأمريكيين فيما يتعلق برفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015. هذا ووافقت طهران على استئناف المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم، بعد اجتماع المفاوض النووي الإيراني مع وسطاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأخيرا في رياضة الدراجات، يشارك المنتخب الوطني للدراجات الرجال في طواف بوركينا فاسو الدولية للدراجات الذي يقام بين الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر على مدى 10 مراحل وعلى مسافة إجمالية تقدر ب 1273 كيلومترا، وستكون أطول مرحلة بين بوبو ديولاسو وديو جوجو في الطواف على مسافة 183 كيلومترا، في حين ستكون أقصر مرحلة هي سباق ضد الساعة حسب الفرق على طول 33 كيلومترا بين كوبيلا وزروغو. فحظ موفق لدراجي المنتخب الوطني. بأخبار الرياضة نختم هذه النشرة، قدمنا لكم من الأخبارية الجزائرية. نشكر لكم طيب المتابعة، أعود وألقاكم عند موجز التاسعة، لكم من أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.